بسيناريو درامي مجنون قد يكون الأغرب في القارة السمراء، وبدقائق من نار مرت وكأنها ساعات على الجمهور المصري العظيم الذي يقف وراء منتخبنا الوطني طيلة المواجهة الدرامية أمام الرأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل بهدفين ليحجز الفراعنة حامل لقب البطولة في 7 مناسبات سابقة بطاقة التأهل لدور الثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لأول مرة منذ 20 عاما، حيث اعتاد الفراعنة منذ عام 2006 بلوغ الأدوار الإقصائية بأريحية، وجمع نقاطه 3 من التعادل في مواجهاته 3 أمام كل من موزمبيق التي انتهت بثنائية، وأمام غانا التي انتهت بثنائية أيضا، وآخرها أمام الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل بثنائية أيضا في الجولة 3 والأخيرة. مباراة حبست الأنفاس لكل عشاق كرة القدم المصرية والعربية بعد أن انتهت بالتعادل الماراثوني مستفيدا من تعثر غانا أمام موزمبيق بالنتيجة ذاتها، مباراة لم تكن كأية مباراة سابقة بل شهدت أداء بطولي من جميع لاعبي منتخبنا الوطني مليء بالرجولة والانتماء والحب لبلدنا مصر، وإصرار ومحاولة من الجميع وقدموا كل ما لديهم في سبيل التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بدءا من محمود تريزيجي الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة والذي سجل هدفه الثالث في تاريخه في كأس أمم إفريقيا، والمتألق مصطفى محمد الذي سجل هدفه الثالث في النسخة الحالية من أمم إفريقيا، مرورا بدقة تمريرات محمد عبد المنعم الطويلة في مواجهة الرأس الأخضر التي بلغت 100% أيضا، كما أبدع مروان عطية الذي مرر 61 تمريرة صحيحة من مجموع 62، ولا ننسى دقة تمريرات إمام عاشور الطويلة التي بلغت 4 تمريرات صحيحة من مجموع 5، بينما نال أحمد حجازي إشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بدقة تمريراته ومنحه أفضل أسيست في مباريات الاثنين ضمن مواجهات الجولة 3 من أمم إفريقيا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مبارياته المقبلة في ثمن نهائي البطولة، وكلنا أمل بالمنافسة على اللقب 8 والعودة به مع لاعبينا إلى أرض الأمجاد والحضارات.